مساء الخير. الساعة هلأ 12 وربع، مدينة بيروت سهرانة وأنا بعدني سهرانة معكم. اسمحوا لي رحب بكل أعضاء الجروب اللي عم يقروا كتاباتي يلي ما عم يقروا كتاباتي. ليلي عندي جرعة تفاؤل كبيرة، ما تسألوني عن السبب لأني ما بعرف، بس كتير حلوة الطاقة الإيجابية قبل النوم. الإنسان لازم يضل متفائل لأنه كلنا ما منعرف أيمتى القدر بيضحك لنا. ما لازم نستسلم ونيأس، كل نهار جديد في أمل جديد. خلي دايماً الأمل باليوم وبكرة. نحكي بكرة وبتمنى لكم أحلام سعيدة. بونوي، صديقتكم رومانتيكا. ثلاثين فولت. فولت. ستين. فارس شو؟ شو؟ ما بدك تحكي؟ أنا اللي بحكي. 70. واو، دايما البنات ملاحقينك. بيعرفوا لعند مين يروحوا. انا بعتذر منك. قادريه هي. لوين رايح فارس؟ ما بتكفي؟ شو بكفي؟ شو بكفي؟ بالجاكيت ولا بالصباط؟ باللي اغلى. هضمني؟ هضومي يعني؟ ناولنا 1000 بركة بنعوض. يعني اعطيك 2000 هونيك. وبصيروا 3، شو يعني؟ ايمتى بتردون؟ في شي مرة ما سددت ديوني؟ اعطيني مفتاح السيارة بتكون مرهونة عندي لترد لي مصرياتي. عزيزة؟ عزيزة، أنا بعتذر. يومين زمان رح ردك. طب زعبر علي شو بعمل؟ هالمرة ب3000، آخر مرة رديناك 700. علي سعرك أم العز، علي سعرك. I love you, I love you. وسأداوي الجروح. معقولة فؤاد تحط راسك براس فارس وتحجز له السيارة؟ يلا غلط إذا ضمنت حقي؟ لا بس انت بتعرف انه ما بيلعب معك. له ولا غيره، بس بدي خليه يتعلم ويتربى انه ما يلعب مع واحد اكبر منه. اصلا كل هالجروب مش من مستوينا. يعني هي للوقت الضايع. انا رايح كمل السهره. لوين ومع مين؟ حبيته منك. ليك يا اختي، انا ما تجوزت ما حدا يسألني هالسؤال. فهمت ليش أنا بعد ما تجوزت؟ 100%. دوشكا. نعم مدام. خفية. يلا. معقول الغبا. سهيلة سهيلة حبيبي سهيلة. Thank you.
نسيتي تحطي سمنة مثل العادة. كان لازم احط سمنة؟ أصلاً ما بقى فيي لحق، اليوم عندي دفاع عن مشروعي ومخي مش معي. مثل العادة ما في شي جديد. يلا تروق أنت وخيك. شو بدي تروق؟ بيض محروق؟ ولا أنا درسي كيمياء مش درسي فن الطبخ، عقلتي مش معي. وأنا كمان درسي غير شي بالجامعة ماما، مش فن الطبخ. ولو ميوش؟ مش أنا حملتك ببطني 9 شهور؟ أول شي ما تعطيلي ميوش، ما بحبوا هيدا الاسم. بعدين مش أنت حملتيني ببطك 9 شهور؟ صح، أنا خالتك أخت أمك الله يرحمها، بس عن جد بحسك إنه أنت وفادي كنتوا ببطني. ولك أنت حبيبة قلبي وعسلامتك، بس ما بحب اسم ميوش. أنا بحبه هيدا الاسم. باي. منيح اللي ما عن جد أنت بخلفتيني كانت لزقتك. بونجور حبيبي. ميوش. ميوش. بونجور ميوش. شو هالريحة الحلوة؟ يحلى وبرك. عاد تروق. شهد بلوز الحلوة. مرسي. هاي ميوش. لعوفي لعوفي. ايه حبيبي. ايه لحوفي. ليك سأل عني. لا ما سأل عنك. الو مافيا، فيك تجي شوي هلا؟ انا بالشغل. ليه شو فيك؟ انا ما حدا بده ياني، انا خلص اتحصمت، انا بنتحيت. لك روقي، ليش عم تبكي؟ هلا بشوف كيف بدبرها. انت وين؟ بدي ابتسامة هيك منيح. اوكي نقي. اوكي بيري. عظيم. طيب خلص اوكي. ميرسي كثير. ثانك يو. يلا نحن بنبقى بنحكي لك. اوكي مرسي. صباحو. صباحو نغم. بدي واحد قهوه بعطي لي اياه على المكتب. فارس قديش خسران امبارح؟ بيتعوضوا. قديش خسران امبارح؟ مش كثير، بس اضطريت ارهن السياره. اوكي المهم اتقرب على سيارتي. روقي شوي بس، خبريني افهم بس شو بكي. تتذكري هيدا اللي خبرتك عنه؟ مين؟ جهاد المقاويل ولا سمير الحلاق ولا توني السنجري ولا شفيق اللي عم يدرس بالجامعه؟ ولك سليم 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 اللي مجوز وقلت لك بده يطلع مرته كرمالي. ايه ايه سليم. ايه ايه طلعوا. ايه عاد؟ يعني هول نوع الفرح؟ ولك اي فرح منهم؟ ليش اللي مثلي بيعرف الفرح؟ طيب شو في؟ دقل قال لي داليا بدي اشوفك بدنا نحكي سوا. قلت انا انبسطت. الخاي زبطت القشة، راحت عند الكوفر زبط شعرها، عملت ديزاين على ضفير، اشتريت الحلق الجديد وفستان جديد. كنت مفكرة انه بده يطلب ايدي. قديش غبية قديش غبية. قولي هيك معك حق. طيب وبعدين؟ وبعدين زبطت حالي ورحت لعنده، كنت طالعة مثل القمر. إلا قوة بالغي إنه أنا يعني مش كل هالقد أنت كمان. شي وصلت لعنده قال لي ليكي داليا، أنا لقيت البنت اللي بحلم فيها وبدي أتجوزها. قلت أنا قلت أكيد قصده أنا. يعني ما طلعت أنت؟ لا ما كان قصدني أنا، ما كان قصدني أنا. أنا انتهيت، أنا خلصت، أنا عايزة الحب.
بونجور جمانة. إيهاب شو عم تعمل هون؟ صدفة، مارق بالصدفة، طمنين الأولاد كيفهم؟ فيك تشوفهم ساعة اللي بدك. بتعرفي أنا ندمان؟ عم فرقت صبيع إيدي وإجري من الندم. ندمان؟ عشو ندمان؟ إني طلقتك. معلومة قديمة، على فوقة، أنا اللي طلقتك مثل ما طلقت اثنين قبلك. هلا مش مهم، زيت النتيجة. إيهاب، أنا وقت توفت أختي، أنت تجوزني تربي الأولاد. بصراحة ما كان في لزوم. لأنه هيدول ولاد أختي وأنا كنت رح ربيهم على الحلتين، أنا ما إلي غيرهم وهن ما إلهم غيري. مزبوط، أنا ما بنكر هالشي، بس كمان ما بنكر إني بعدين حبيتك. اللي بحب ما بيخون. أنا شو؟ أنا غلطة وغلطناها، شو يعني؟ غلطة؟ غلطة ولك أنا اللي كشفتهم 12 غلطة. 11، منين عملتيهم 12؟ ليك، شو رأيك ترجع على المدرسة تتعلم الحساب عن أول وجديد؟ عن إذنك، باي باي. بونجور جمانة. بونجور عماد، شو عم تعمل هون؟ لا صراحة كنت مارق بالصدفة. كنت مارق بالصدفة وشفتني وجاي تقول لي إنه ندمان على الطلاق وإنه عم بتقرقط أصابع إيديك وإجريك من الندم وإنك مغروم فيي وإنه كنت رح تنتحر لما تجوزت إيهاب. في شي تاني بدك تقوله؟ لا. أوكي، وصلت المعلومة. بدك شي؟ باي باي. دخلك؟ أنت كم مرة خنتني؟ صدقيني كانت غلطة وندمت علي. خلص غلطة. خلص، ولك بكرهها الغنية، بكرهها بكرهها. رفت. وبعد ما خلصت حكيا طلبت قطعة كيك رابعة أو خامسة، يمكن الحلو بحسن المزاج، لهيك داليا أكلت 4 أو 5 قطع. مايا لابتوب. كم مرة قلت لك تدق على الباب قبل ما تفوت؟ شي 352. هات اللابتوب. طلع لبرا، أحسن ما بضل بحياتي عيرك اللابتوب. ما فيكي ما تعيرين اللابتوب. عن جد؟ وشو بتعمل إذا غيرت الباسورد؟ بكشفه لو بتغيريش 14 مرة للباسورد، ما بدي زكا. طلع لبرا. كل هيدا لأنه ما بدك تعطيني اللابتوب؟ أما ترح تتجوز وتخلصينا مني كبار. اتفقنا نلتقى عشية عند رهف لنحل مشكلة داليا. بخبركن شو بيصير. رومانتيكا. طب زيحي زيحي، مش عم بفهم على شو عم تبكي. ايه ويتجوز غيرك، بكره بتلاقي 1000 واحد يتجوزك. يعني انا ما بحقلي اتجوز وجيب عائلة ويكون عندي ولاد. خلص خلص، ليش تبكي فوق التبولة؟ ما بحبها مالحة. عن جد أنا صبايا ما بعرف ليش بتقعدوا بتبكوا على رجال. إيه 60 سنة عليهم، فلحوا عايشين ومبسوطين. إيه بيروح واحد بيجي 600,000 واحد غيره، أنت كتير عقلاتك 80s. 80s؟ أنت شايفة شكلك وجمالك؟ شو أنا شايفتيهم واقفين ناطريني بالطابور؟ شو بدك فيها هي؟ عم تحكي هيك لأنه بعد ما انغرمت. والله بعد ما انغرمت؟ مثل مين بدي انغرم؟ واحد مثل إياد؟ والله؟ ليش شو بو إياد؟ إيه أنا كان بعد ناقصني ملك الأجبان والقلبين يعني تتكمل سعادتي. إيه على القليل بحبني وأنا بحبه، بيعمل المستحيل حتى يخليني مبسوطة. عن جد بحس حالي هيك معه عايشة بغير عالم، ولك بيهتم بأدق تفاصيلي. كيفك؟ هلا صحيح يعني ما معه كتير مصاري، بس أنا مبسوطة معه، أهم من كنوز الدنيا كلها. ليكو شيلونا يلا من سيرة الحب هلا، خلونا بالتبولة لأنه إياد ناطرني بدنا نحضر فيلم لا لا لاند رومانتك بجنة. شو نعمة؟ لك دخيله دخيله أنا. بدي أعمل منك أهم توب موديل بالعالم، مش أي موديل، سوبر 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 موديل. إذا ما بخلي نعومي كاب بنتحر بسببك ما بيكون اسمي فارس. واو. بصير يحكوكي قال اكتشافات، أنت أهم اكتشاف. أي اكتشاف؟ النفط ومربعات غاز، أنت المربعات والدوائر، ولك أنت دار الهندسة كلها. أنت بتعرفي تعومي؟ سي ان بو ناجي.
دخيل النجاة، بدي خليك نجاة بالمصاري نجاة. ذكر أنت معك وقت نعمل هيك جلسة فوتوشوت؟ ساعة اللي بدك. طيب عندي مشكلة صغيرة أنا بتصدقي. شو المشكلة؟ بدي عدسة لأقدر آخذك يعني من اليسار لليمين كلك صور، بس بدي عدسة عريضة وما ما عندي حق. $100 هيدي، $100. ما تعتلم أنا بعتسك. لا والله. لا عن جد؟ طب وموجودين هون هلا؟ أكيد يعني. لا والله. واو اسمعني، $100 تكرم عينك. يلا ولا شو لنعدهم مثل ما هني؟ لا يا عليكي شو دقيقة. تفضل. بغيله أنا. يلا لكن رح روح جيب العدسة على الحارق دغري، دق الحديد وحامي. إذا ما عندك مانع حاسبي بالدرينك أنت. داكو تكرم عينك، ما تعتلها. بس تعلمي لي على النجاة. أوكي. هالديرة عجبك فيه؟ ما بعرف. كيف عارف؟ بصراحة أنا كنت كل الوقت عم بتأمل فيك، ما حضرت الفيلم، بدخلك شو قصته؟ أنا ما بعرف، شوية نسأل حدا كان بالصالة. إياد بتحبني؟ وهي معقول بعدك تسأليني هيك سؤال أنت؟ منو عبالي أسمعها؟ أكيد بحبك. طيب إمتى بدنا نتجوز ونعيش تحت سقف واحد؟ زهقت من العيشة مع أمي وخيي فادي. مايا أنا مستعجل أكثر منك حبيبتي. بس أنت بتعرفي لتتحسن الظروف ما حنتجوز قبل ما يصير عندي شقة بتليق فيكي. أنا ما بتفرق معي عيش بشقة كبيرة، بكفيني عيش معك بشقتك الصغيرة، ما بتفرق معي. ولا ممكن، ما حتجي لعندي إلا على شقة دولوكس. سي فيو، 3 غرف نوم، صالون، تراس، باركينج تحت. وبركي ما تحسنت الظروف. لا بدها تتحسن. المدير وعدني حيسلمني كل منطقة الباترون. وثقي فيي. أكيد بوثق فيك. مهم؟ هيدي الثقة أبداً ما تسحبيها. مستحيل ولا؟ ليك أنا جعت مت الجوع، شو رأيك نتعشى؟ الموت للجوع. يلا. فلافل؟ طوق. فلافل. أوكي. وهيك مرق نهاري. قديه شعور حلو ولذيذ إنك تحب وتنحب. وهيدا الشيء اللي بتمنيه للجميع. المخلصة لكم رومانتيكا. هاي ميوش. هاي مام. شو؟ كيف كان نهارك اليوم؟ معقد كتير حلو. كنت مع إياد؟ عم لك كتير حلو، يعني كنت مع إياد. مايا أنت لأيمتى رح تدلك عنياتك؟ أيمتى رح تفتحي وتشوفي الحقيقة؟ أي حقيقة؟ حقيقة إنه إياد مش لألك، مش ستيلك، مش تربيتك، مش توبك. صرنا حاكين بهالموضوع 1000 مرة. أنت ليه بتكرهي هالزلمة؟ أنا ما بكرهه، أنا بحبك. لأني بحبك ما برد لك إياه. ماما ما تزعلي مني، بس أنت عم تحكي هيك من ورا تجاربك السابقة. قصدك تجاربي الفاشلة. بس رح يجي يوم وتعرفي الحقيقة، وهيدا اليوم كتير قريب صدقيني. شاطر حلوين. كل يوم عم تفاجئيني اكثر من يوم بتفاجئيني. ميرسي. ثانك يو. الدوام مبلش من نص ساعة. سوري بس اليوم خيي كان ساخن واضطريت اخده عند الحكيم. سلامته. بس مش ملاحظة انه خيي صاير كثير عم يمرض، عم تضطري تتأخري؟ ايه بس انه هو مناعته ضعيفة والفيروسات عم يستغلوا هيدا الموضوع يهجموا عليه. طيب روحي على شغلك. يعني ضروري كل يوم يسمعني حكي وانت ضروري كل يوم تتاخري؟ ولك يا مايا ما مش بايدي. ليكي انا حاسه انه نادر معجب فيي. والله شو عرفي؟ انه هيك كل يوم بيقول لي واو شو مبينه حلوه، ثيابك حلوين، بتعقدي طالعه وبلوزتك حلوه، واو ثيابك شو حلوين. هو بيقول للكل هيك حبيبتي. عن جد؟ ايه حبيبتي، مش ضروري يعني اذا رجال قالوا لك شيء او كلمه حلوه تصدقيهم.
شو خبرتك ضعيفة برجال. استاذ عادل اجى على مكتبه؟ قال لك شي عني؟ بونجور استاذ. أهلي. استاذ انا صار لي اكثر من 3 اشهر بالشركة ونسبة مبيعاتي كثير عالية. بدك تتثبتي؟ يا ريت. طيب ابعتي لي تقرير عن شغلك. استاذ صار له اكثر من اسبوعين عندك على المكتب. جد؟ ليكي انا هلا كثير مشغول. شو رايك بالمساء نلتقي على العشاء ومنناقش كل شيء؟ اكيد طبعا. اوكي اوكي دقي لي على 7 لنتفق. اكيد ميرسي. صبطت حددت كل اموري. والله شو قال لي؟ قال لي انه بنلتقي عشيه على العشاء ونحكي كل شيء. ايه برافو. لكن هلا على العشاء بتلبسي ثياب كثير حلوين وبتروحي بتتفاهمي انت وياه. لحما بقلبك شو نيتك عاطله؟ ما بتفكري الا بهالامور. حبيبتي رجال هن نيتهم عاطله. بدك نصيحتي؟ ايه. انت صار لازم تتعلمي كيف بيفكروا الرجال. انت صار لازم تتعلمي تشيلي هالافكار السوداء من راسك. ايه رجا واصي طيارتك بكره من باريس؟ تعال. فيري جود فيري جود. انا حاطلع شيبك من المطار. ما تعطى الهم، كل شيء رح يكون على ذوقك. ايه ايه انت بس وصال بالسلام. يلا يلا بخاطرك. باي باي باي. شو يا قمر جاهز؟ جاهز يا روحي. يلا اطلع يا عيني اطلع. سنتري لي اياها مظبوط. الله يخليكي. بدنا نشتغل شغل كثير حلو. ها اعطيني من قلبك. ايه ابرم ابرم. ايوه اعطيني وجه. ايه ايه لا انعم انعم بس. ايوه ابتسامه طبيعيه طبيعيه طبيعيه. اعطينا ظهر ونظره بالضبط بالضبط. شي هلا براءه هيك يعني. ايه واو واو واو. ايوه ايه ابتسامه طبيعيه طبيعيه. ايوه. فارس شو عم بيصير هون؟ يلا بشرفك يلا وصلي رح توصل زاري تحت. يلا يلا شو بدك عم تعملي؟ يلا مشي. لا فاري. برا. يلا 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 بسرعة. هلو. هاي مايا كيفك؟ منيحة. قلت بيجي بلاقيكي على الباب. اوكي تفضلي. يا بيبي مش الشقة مكركبة شوي؟ شوي كتير؟ شوي ايه. ما اصحابي كانوا عندي امبارح وكنا عم نلعب ليخة و... ليخة؟ اول مرة بعرف انك بتلعب ليخة. كتير بحب الليخة انا. اذا كل يوم بصح لي العب ليخة ما بقول لا. شفت لو بتلعب ترنيب كنت بغلبك من اول دق. انا كتير شاطرة بالترنيب. ليك بيبي عشية عندي عشاء عمل انا ومديري بالشغل، بتروح معنا؟ يا ريت يا حياتي. ما انا غرقان بالشغل ومعجوق كتير ما مش قادر. طيب ما بتتضايق اذا رحت انا وياه لحالنا؟ لا يا حياتي ما هذا شغل. شو دوقة في طريق شغلك انا؟ بعدين انت اذا انا كنت ظاهر مع شي وحده شي مره بتعشى عشا شغل بتغاري؟ انه بتضايق شوي بس اتس اوكي انا بوثق فيك. بعرف حياتي ما. انا اللي بحبه فينا انه هالحركات ما عنا اياهم وهيك علاقتنا اوبن مايندد يعني عرفتي؟ فانت يلا روحي شوفي شغلك وانا بشوف شغلي و... اوكي؟ لا صرت قلت لك 100 مرة هيدا الشيء بنخليه لبعد ما نتجوز. اوكي حياتي. باي باي. الو. ايه هاي وين صرتي؟ خلص رجعي رجعي. لك فلت خلاص بقول لك رجعي. يلا ناطرك. باي. يعني بالاضافه لكونك نشيطه بالشغل عندك اهتمام بالادب. اكيد وكثير بحب اقرا لغادة السمان. السمان؟ اكيد حضرتك قاري لها.
اوه تشيرز تشيرز. فظيعه هالإنسانة، شو بحب اقرا كتاباتها، كلها مشاعر كلها احاسيس. بس تكون عم تقري لها بتحس كانها بتاخذك لعالم تاني مليان احاسيس. مشاعر واحاسيس؟ مايا انت مجوزه؟ لا بعد. سوري انا بعتذر، هيدا كان سؤال هيك من باب الفضول بس. لا 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 ولا يهمك. وحضرتك لمين بتحب تقرا غير غادة السمان؟ اوهو انا مقضي كل حياتي بالمطالعه. اكثر شيء بحب امين معروف. قصدك امين معلوف؟ معلوف معلوف. مايا شو رايك نروح على البيت؟ هونيك نقرا كل التقارير ومنناقش كل شيء. لا ما عليه، بركي فيها احراج. لا 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 ما فيها احراج ابدا. بس بركي المدام تضايقت او ما تعتلي هم مرتي، يلا خلينا نمشي. شو الهيئة المدام مش هون؟ ليش أنا ما قلت لي؟ لا طلعت على الجبل هي والولاد. يلا هيك أحسن، بنرتاح أكثر وما حدا بيزعجنا. دقيقة وبكون عندك. تفضلي تفضلي. الكتب مش حقيقية، مرتي بتحب المظاهر. لاحظت هيدا الشيء. تفضلي. ميرسي، ما بشرب الكول. تكوني غلطانة، الشرب بيعطيكي احساس بالدفء، بيعطيكي احساس جميل كثير. اشربي شوي. سوري 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 سوري. معلش معلش معلش. شويت حالي. معلش. اشلحيها اشلحيها يا حبيبتي. يييي نقزيح اشلحيها عني اشلحيها عني يا بلا اخلاق. اذا وثقت فيك وجيت معك لهون مش معناتها بيع حالي كرمال الشغل. مايا مايا بليز، بكره الصبح بترجعي على الشغل وانزل اللي صار. مايوش اما ما اوعى تطلبي مني شيء، مساج رايحه على الشغل، كل يوم بتاخريني وبتسببي لي مشكل. هلا ما تعملي لي المحاضره، انه شو عملنا حرقنا الدنيا يعني؟ ايه في احتمال تحرق الدنيا شي يوم. اسمعي شو بدي اقول لك، هيدي الشنطه بيك بده اياها لانه مسافر وقال فيها اوراق مهمه حسب قوله. ايه وانا شو خصني؟ انا عندي ورك شوب اليوم وما بلحق اعطي اياها، فحضرتك روحي التقي ببيك بشي كافي وتروقي انت وياه وروحي بعدين على شغلك، بدك شيء انا رايحه. باي. ماما ميرسي. تفضلي.
ميرسي ميرسي كثير يا بنت. بليز تعرفين بنية المجذوب؟ بنية المجذوب ايه بعرف. بتروح بدلك رايحة دغري دغري على آخر الشارع، أول مفرق على إيدك الشمال، على آخره في إشارة، أول بناية بعدها. أوكي؟ كتر خيرك يا بنتي. أنا رايحة لهونيك، خليني أوصلك. تفضلي. هيدي البناية. صراحة يا بنتي ماني عارفة كيف بدي اتشكر. ولا تعط ما عملنا شيء. البنات اللي مثلك صاروا قليل كثير هالايام. بتحبي الكراماي؟ هاي هدية مني إلك. نعادة. خديها. هيدي الحبة بتحقق الأمنيات. بس أنا أموري كلها تمام الحمد لله. خديها. ما بتعرفي امتى بتلزم. وتذكري بالحب ما في معجزات. ميرسي. بس انا اصلا ما بامن بالمعجزات. تيسري يا بنتي، شكلك مستعجله. بس شو خص الحب؟ العادة بيتأخر. كل الرجال مثل بعضه. يا ريت بعرف كيف بيفكروا. بونجور حبيبي. أهلين بابا، يعني على موعدك مثل العادة. عجقي صار كثير، شو بدي خبرك يعني؟ كيف أمك؟ منيحة. مستعجلة مثل العادة. لك يلا بالحركة بركة. ميوش، أنت اليوم أنقذتيني. أنا مسافر على تركيا وبهاي الشنطة في كل العناوين والتليفونات الناس اللي أنا بشتغل معهم هوني. نازلي وصوفي وفي هيدي الويترس شقرة، شو كان اسمها؟ شو؟ شو؟ بتعرفي؟ بعدني ما صحصحت منيح. شو كان اسمها هيدي الشقرة؟ معقول ينسى اسمها وقضيت معها ثلاث ليالي؟ هيك لكن بدك الشنطة لتعرف عناوين صاحبتك بتركيا. من شان هيك ركتني وبدك اياها. بتعرف شو؟ انا تاخرت على شغلي، سفره موفقه. شكرا. وتبقى سلمني على الويترس الشقره. اكيد امك كشفتني وهي اللي خبرته. شو بقى هاي؟ ليه هيك عم تمشي بالشارع؟ كنت عم دور عصاية. شو هالجسم الخزيق؟ بس يا ريتها كانت لابسة تنورة قصيرة. إذا في شي بينه وبينه بدي أقتله. لازم أتأكد إنه أساساً هو ما بيشبهني أبداً. بتضربي شو بقرة؟ يلعن أختها الحظ، لو حطيت عرقم 20 كنت ربحت. خرمان رح موت، وما بدي لاقي حشيش. ورقة تواليت، برغل ناعم، مرتجل لحبش. إن شاء الله ما أنسى شي، والله بتفضحني. أنا مجرد دائر على هذا. رح قلت فعلت تنمية وحطيت $300 بجيبتي. ما خليت هو بيقرب السوق مجرد بعدها خايف تظهر لحالها. هافر السوق أنا المخرج. إذا طبق كل البنات. هافر السوق. 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 هافر